انطلق. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيحضر معنا السي بوكلي حسان، رئيس جمعية دعم وتنمية تمدرس. دعم وتنمية تمدرس بيزايو. مرحبا بك السي حسان. شكرا السي. كي دايرين؟ لاباس بخير. بغيناك تهضرنا شوية على الأهداف ديال الجمعية. لماذا جمعية دعم تنمية تمدرس؟ وجمعية دعم تمدرس داف من أجل نقل الطلبة من زايو إلى جامعة سلوان، وكذلك من أجل محاربة الهدر المدرسي في صفوف الطلبة والتلاميذ اللي كيتبعوا الدراسة ديالهم في الإعدادي والثانوي إلى غير ذلك. ولكن حاليا رحنا مهتمين غير بالآخر، بالطلبة اللي كيمشيو للجامعة، اللي كون ذيك الأهداف ديال الجمعية مازال ما كملتش. سي حسن، واش كاين شي مؤشرات على ارض الواقع كتبين بان الجمعيه فعلا استطاعت تحقق يعني نسبيا بعض الاهداف نتاع الجمعيه؟ وكاين من جملتها الحافلات اللي راه كيتمشاو فيهم الطلبه. شحال من حافله؟ اللي حافله عندنا دابا جوج الحافلات ومينيبيس، واخيرا توصلنا بواحد الحافله. بالنسبة لك الحافلة الأولى والمينيبيس، نعم. واش الجمعية هي اللي شرتها بالمال الخاص ديالها ولا كانت في إطار شراكة؟ الحافلة الأولى في إطار شراكة ما بين البلدية والجمعية. البلدية يعني كتعطي للجمعية تقريبا 100,000 درهم سنويا، وبهذاك المبلغ شرات الجمعية هذيك الحافلة الكبيرة. والمينيبيس تهدلنا من طرف ذوك الطلبة قدماء الطلبة اللي كانوا يقراو في ثانوية حسن بن ثابت اللي كيتواجدوا اليوم في ألمانيا. جميل جدا. نعم. بالنسبة للحافية الأولى يعني حصلتوا عليها في إطار شراكة مع بلدية زايو. نعم. وكيفاش يعني حتى دخلتوا ديك الحافلة؟ وشنو كانت شي جهة معينة خارجية باش جبتوا ديك الحافلة ولا خديتوها غير بالمغرب من هذيك الحافلة؟ لا، هذيك الحافلة بواسطة جهات معينة هي اللي دخلت. تقدر توضح لنا هاد الجهات أكثر؟ هذيك الجهات هي اللي دخلت وسلمتها للبلدية كهيبة. سمعت؟ كهيبة، والبلدية بدورها سلمتها للجمعية. جميل جدا. وبالنسبة للحافلة يعني الثانية الكبيرة، كيفاش يعني الجمعية حصلت عليها وعلاش زادت حافلة ثانية؟ ديك الحافلة الثانية اللي جابها لنا السيد كريم جعفر رئيس جمعية روابط المستقبل بفرنسا، هذا للبلدية، والبلدية هدات لنا كذلك وعزنا بها الحافلات اللي كيمشيو للسلوان. يعني لحد الآن الجمعية كيحضر معنا ايضا احد الطلبه، يعني عرفنا بالاسم ديالك. اسم محمد الدرقاوي، نائب رئيس جمعيه دعم وتنميه تمدرس بزايو. مرحبا. دائما في نفس السياق اللي كنا مع الاستاذ، لحد الان كاينين جوج حافلات كبيره يعني اللي اصبحوا الان يعني في ملك ديال الطلبه ديال زايو، وهذا جميل. تقدر تقول لنا بالنسبه يعني الحافله الثانيه كيفاش حصلتوا عليها؟ الحافله الثانيه هي يعني بعض الاخوان المقيمين بديار المهجر خاصة بفرنسا، يعني الأخ كريم جعفر رئيس جمعية روابط المستقبل اللي كان يعني حاضر معنا اليوم في الحفل الاحتفالي بالحفلة الثالثة. أنا هما اللي جابوا لنا ديك الحفلة الثانية، يعني الحفلة البيضاء، جابوها داوها المجلس كهيبة المجلس البلدي. احنا في اطار الشراكه اللي كاينه ما بين الجمعيه والمجلس البلدي من اجل تسهيل عمليه النقل او الاشراف على نقل الطلبه من مدينه زايو الى كليه متعدده التخصصات بسلوان، تم يعني في اطار الشراكه دوزوها لنا الجمعيه باش انها تشتغل هي الاخرى في نقل الطلبه.
نوليو السي حسن البوكيلي. كما كنعرفوا يعني بان كان واحد المشكل عويص بالنسبه للطلبه ديال زايو، يعني كانوا كيعانيوا بالاكتظاظ في البدايه، وكان حتى كما كنعرفوا قبل ما تكون الجمعيه يعني كان الطالبات خصوصا في العشيه وكذا ما كيلقاوش يعني الترونسبور كما نقولوا، يعني مجموعه من الطالبات اللي يعني قاطعوا على الدراسه كما نقولوا. انتم كجمعيه واش كتشوفوا بانكم يعني وقع شي تغيير؟ ووقع تغيير كبير بالنسبه دابا الطالبات كيمشيو للجامع يوميا ويروحوا، ملي كان الاكتظاظ من الموسم هذا ديال السنه هذه اضطرت الجمعيه باش دير شي اتصالات مع بعض الاخوان في المهجر، كما قال لي الاخوان اللي كيتواجدوا في فرنسا، الجاليه المغربيه اللي كيتواجدوا في فرنسا، وتذاكروا معهم ودبروا لنا في حافله ثالثه من اجل امتصاص الاكتظاظ الذي هو في صفوف الطلبه، لان العام الطلبه كانوا كيمشيو يعني نقولوا حنايا سير شارج الكاركير في 50 بلاصه كان كيمشي ب 60 70، وتقريبا كاين 450 طالب اللي كتستعملها الحافلات، حافلتين ما كانوش كيزيو باش يمشيو الطلبه كاملين، ولكن ما كان كيبقى حتى شي واحد، يسمى ما كانش يبقى شي واحد، ما كلشي كيركب لا في المساء ولا في الصباح، ولكن كان اكتظاظ. بعد الاتصال بهاد الاخوان في الجاليه المغربيه المتواجده في فرنسا تم شراء حافله ثالثه، يعني الجمعيه هي اللي شرات الحافلات، الجمعيه هي اللي شرات بس الراي المحلي عارف. لا غير باش تعرف الراي المحلي، يعني حتى المحسنين في الخارج اللي عنا متكلين عليهم ان شاء الله بالله غادي يعاونونا في شراء هذا اداء ثمن هذه الحافله، خصهم يعرفوا بان الجمعيه هي التي وكنذكر الاخ حدوتي هشام جمعيه الكفاءات المغربيه بالمانيا اللي سلم لنا ذاك البيس ذاك الميني بيس واللي ذكرناه اليوم في الاجتماع اللي كنا ذاك الاجتماع اللي كنا درناه اليوم في البلديه، ونتمنوا ان شاء الله باش يزيد من الدعم ديالو لهذه الجمعيه ويزيد من المهم. كما نوجه النداء الى الرابطه المغربيه بالمانيا للتضامن كذلك باش تعاون هذه الجمعيه هذه جمعيه الدعم والتنميه المدروس حتى يتسنى للطلبه انهم يمشيو للجامعه في احسن الظروف الى غير ذلك. كما قلنا هذا الكار راه مازال راه الجمعيه هي اللي خلصته، ورحنا كننتظر المحسنين ان شاء الله باش يدعمونا، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا السي البوكيلي. يحضر معنا ايضا السي صالحي طالب جامعي. السي صالحي بصفتك كطالب بغيناك تذكرنا بعض المشاكل اللي كيعانيو بها الطلبه يعني ديال زيو بالضبط، مشكل النقل الى مازال عاد كتشوفوا هذا المشكل مطروح، ومجموعه من المشاكل الاخرى. تفضل السي صالحي. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للسؤال تاع الاخ مصطفى في محله، لان المشاكل مش غادي نقولوا ديرها توصلنا بحافله ثالثه، يعني مشكل تاع الاكتظاظ كمل، لان من بين المشاكل اللي كنعانيوها دابا واللي هاد الحافله الثالثه كلفت من ميزانيه الجمعيه ازيد من 11000 اورو خارج المجهودات اللي قاموا بها الاخوه مشكورين في جمعيه روابط المستقبل من اجل احضار هذه الحافله للتراب المغربي، ولكن المشاكل لازالت عالقه بحكم كاين مازال دابا الجمعيه راه ماشي كنقولوا 450 طالب، هاد 450 طالب كنشوفوا الحالات المعوزه اللي ما قادرش انها تخلص الفلوس، يعني كنحاولوا نخفوا عليهم داك العيب نتاع الترونسبور. كذلك كاين الناس اللي معاقين كذلك معفيين من الانخراط الشهري، ولكن منخرطين بشكل اللي هو مجاني ومعقول، هذا الشيء كتكون دراسه كتكون متابعه الملفات نتاع هاد المشاكل هذه. كذلك بالنسبه للجمعيه المشكل نتاعها هو الدعم المادي، الا كنا كنقولوا 10 المليون ديال المجلس البلدي كمنحه سنويه للجمعيه من اجل تسيير النقل الجامعي خصنا نحطوا الشروط فاش تعطات 10 المليون،
كانت حافله واحده وحافله صغيره اللي داك المينيبيس. دابا كاين ثلاثه الحافلات زائد المينيبيس، يعني العدد او المصاريف كتضاعف بثلاثه المرات اكثر، يعني خاص اعاده النظر في ديك 10 المليون، لان 450 طالب ماشي هي 120 طالب اللي كانت مسجله في 2009. كذلك المشكل نتاع الاخوه اللي مسجلين، كذلك مثلا الا كانوا جوج نتاع الخوت ما كيقطعوش ب 6000 فرنك، كيقطعوا غير ب 4000 فرنك. الا كانوا ثلاثه الاخوه كذلك العدد كينخفض، الانخراط الشهري ديالهم كينخفض. فيما يخص الجمعيه اللي الاهداف نتاعها ربما كبيره على المستوى نتاع التعليم، كنشوفوا مثلا التلاميذ ما خصش هذا المشكل، ما خصش يبقى غير عند الطلبه، خاص دابا نفكروا في التلاميذ كذلك، لان كاين المناطق اللي كيجيو من حسي بركان، من سخانين، مولاد داود، هذوك التلاميذ كنفوتوا عليهم وحنايا كنكونوا غاديين مثلا الجامعه. هاد الجهه من نتاع الطريق نتاع سلوان كتلقى تلاميذ صغار كيديروا مازال الظاهره نتاع اوتوستوب متفشيه في هاد المناطق هذه. بالتالي هنايا خاص الجمعيه بما انها مشات في هاد الخطوه هذه، كذلك لما لا نفكروا يكونوا حافلات نتاع هاد من اجل حل هاد المشكل. فيما يخص المجلس القروي اللي هاد العام دعم بجوج المليون، كنشكروا المنتخبين وكنشكروا الناس نتاع المجلس القروي على هاد المنحه اللي قدموها ولو بسيطه، الا ان كان نوجه النداء مره اخرى قصد الاستدراك في دوره مقبله ديال المجلس القروي من اجل الرفع من هاد المنحه اللي كتقدم للجمعيه، لان جوج المليون في حين ان الاغلبيه ومعظم الطلبه نتاع اللي كيقراو دابا في الكليه المتعدده التخصصات كيشكلوا واحد الجزء كبير من الطلبه اللي كيمشيو من هنا هما مولاد ستوت، يعني خاص اعاده النظر من اجل رفع هذا المبلغ ديال المجلس القروي. وفيما يخص المجلس الجهه ومجلس الاقليم وكذا، المجلس الاقليمي المجلس الجهوي، كاين طلبات، كاين مساهمه تاع المجلس الاقليمي ب 30 مليون اللي مازال ما توصلناش بها لحد الان. كننتظروا الوعود نتاع رئيس المجلس البلدي ومجموعه الاعضاء اللي كيقول لك بان غادي تنعقد الدوره الاستثنائيه من اجل تفويت هذا المبلغ. كنوجهوا النداء مره اخرى، لان دابا مع قدوم الحافله اللي كلفت لينا مصاريف ربما راه باهظه، ربما اللي كان في ذاك الصندوق راه دابا مشى في ديك الحافله، كنوجهوا النداء مره اخرى من اجل التسريع ومن اجل التفعيل هذيك الوعود باش نتوصلوا بهذيك البركه، لان دابا راه دابا ثلاثه نتاع الكيران راه قاصحه شويه باش غادي انك تسيرها للخراب نتاع الطلبه. صافي انت يا دابا كطالب جامعي وكتواكب يعني الترونسبور ديال الطلبه وكذا، واش كتشوف يعني حاليا بنضافه هاد الحافله باختصار الله يخليك، يعني غادي تدوزوا مشكل الاكتظاظ؟ ندوزوا على المستوى المرحلي بالنسبه للثمن، يعني تقدروا تقولوا لنا من خلال هذا المنبر الثمن واشنو غادي يرتفع ولا غادي يبقى كما كان قبل؟ لحقاش دابا ثلاثه الحافلات ومينيبيس، يعني راه كاين مصاريف نتاع الوقود الصيانه يعني بزاف، واش غادي تخليوا ذاك الثمن ولا غادي يكون اعاده النظر؟ ربما هذا التساؤل ما غاديش نقدروا نجاوبوا عليه دابا في المرحله، لان خاص نجلسوا من بعد ونشوفوا واش الثمن يرتفع او لا ينخفض او لا يبقى كما كان سابقا. هذه خاص الاعضاء. غير فيما يخص الثمن كما قلنا، لان خاص دراسه بشكل واحد بواحد الشكل دقيق باش نعرفوا واش الثمن يقدر ينخفض. حنا ما كرهناش تكون مجانيه كاع تاع النقل، ان الطلبه يطلعوا يقراوا باطل ويجيو باطل ويمشيو، لان هذا الشيء ربما غادي يدفع ويحفز ناس واحد الشريحه كبيره، وبالخصوص الطبيعه الاجتماعيه اللي كاينه هنا في زايو، ناس بسطاء، ناس كاين اللي خدام، كاين اللي تلقى عنده باه ما خدامش او لا ما عندوش الاب نتاعو، ولا طالب ربما يعني ما عندوش الوالدين نتاعهم، الدخل نتاعهم ما كيكفيش باش يمشيو يقرا. ولكن خاص علاش وجهنا نداء لا بالنسبه للجماعات، لا الجماعه الحضاريه ولا الجماعه القرويه، من اجل كذلك الدعم لهذه الجمعيه، بالخصوص لان راه 450 رحنا ولادهم، راه الا مشينا نقراو في ظروف مرتاحه وجايين نقراو كيكون التحصيل العلمي، راه ربما المدينه كامله غادي ترفع وغادي تقلب، لان علاش حتى الوجه كيتبدل، لان فاش
تمشي واحد الفئه كبيره كتقرا وكتاخذ التحصيل العلمي كتقلب حتى الوجه نتاع المدينه. هذا كان هذا الشيء اللي يمكن نقوله في هذه النقطه نتاع واش الثمن يطلع ولا ينزل. خاص نشوفوا المنح اللي غادي ربما تقدر تقدم. شكرا سي الصالحي. كلمه اخيره في الختام، نشكر جميع المساهمين في دعم هذه الجمعيه، وخصوصا بلدية زيو، جماعة ولاية التوت. زيو سيدي. جماعة ولاية التوت السيد كريم جعفر، وكذلك لا ننسى زيو سيتي التي تواكب جميع الأنشطة بزيو وتنقل هموم الفقراء والمساكين وهموم سكان مدينة زيو. في شخصي السيد الوردي مصطفى صوت رجال صيانة صيانة. وكذلك نشكر السيد مدير شركة صوت رجال الذي صار على صيانة الحافلات. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.